الولاد العاديين يعني اللي عندهم صعوبات شوية. طيب قلنا ايه سمات الدون؟ لا يرفعوا ايديكوا وحد يقف يقول كده. يلا تمام. 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 حد يكمل؟ عايزه حد؟ يلا. تمام. الرقبه قصيره، ها، ودانه صغيره، ها، ايه تاني؟ طويل ولا قصير؟ قصيرين. لا مش مقفوله، قلناش مقفوله دي، قلنا الودن صغيره. تمام. برافو برافو. صوابع رجليه. تمام. طيب اتكلمنا المره اللي فاتت عن الاوتيزم، ها قولوا لي حاجات من صفات الاوتيزم. احنا قلنا كام صفه الاول؟ 40. برافو. ها حد يقول لي خمسه؟ مين فاكر؟ لا هيرفعوا ايديكم. ها عايزه خمسه. خمس حاجات من صفات الاوتيزم. تمام ماشي، ارفعي ايدك. يلا قومي، هساعدك هساعدك. ماشي ماشي نقول مع بعض. تمام. ما عندوش الاي كونتاكت. تمام. برافو. جدا. ها برافو. ها قولوا قولوا مع بعض، ما عنديش مشكله. طب ها حد يكمل. يلا الولاد، ده انتوا كنتوا مركزين في المحاضره دي قوي. ها عايزه خمس حاجات من حاجات الاوتيزم. البغل. مش على الدغدغه خالص. لا احنا قلنا ايه؟ ها برافو، ما بيعرفش يستعمل خياله في اللعب. برافو. ها ايه تاني؟ مش بيهتم بالاطفال اللي حواليه. برافو. في منهم بيحب الاطفال الصغيرين بس يراقبهم من بعيد. ها قلنا الكلام بيحصل فيه ايه؟ مش بيرد الكلام، يعني لو حد قال ازيك يقول ازيك. حلو. التفاصيل، بيحب التفاصيل الصغيره. برافو. يحب لو حاجه مدوره يعمل فيها ايه؟ يلف فيها ويرص الحاجات جنب بعض. برافو شاطرين. طيب بما ان احنا اخدنا كل انواع الاعاقات اللي احنا هنقابلها لو نزلنا خدمه ذوي احتياجات، النهارده هنتدرب ازاي نبتدي نعمل يوم خدمه مخصوص للولاد. انتوا في مدارس الاحد اول فقره بتكون عندكم ايه؟ لا عايزه ارفعوا ايديكم. ها اول حاجه اول. برافو. ها تمام. حلو. يعني اول حاجه بنصلي، بنبتدي نصلي وبعد كده بنعمل حاجه اسمها الافتتاحيه. كل مجموعه وكل سن بيبتدي يتقسم لاسره، وبعد كده كل اسره بتقف تصلي ونوزع على الولاد حاجه، وبعد كده ايه يروح. طيب احنا لو عملنا النظام ده مع الولاد ذوي احتياجات هل هينجح؟ ها في بينجح، بتمشي يعني الدنيا بتمشي، بس الاحسن ان احنا نعمل ايه؟ يوم الخدمة بتاعهم بشكل يفيدهم. تمام؟ طيب أول حاجة عندي ببتديها مع الولاد، ركزوا علشان هنعمل مجموعات عمل وكل مجموعة فيكم هتعمل يوم خدمي كامل، فركزوا كويس. طيب أول حاجة عندي بنسميها الاستقبال. أنا الولد جاي فرحان إنه هيقابل صحابه، هيقابل الخدام بتوعه، فأنا هبتدي أعمل له حاجة اسمها إيه؟ أستقبله. هبتدي اعمل ايه؟ استقبله. انا اليوم الخدمي بتاعي ماشي بفكره وهوظفها في كل الافكار اللي هتمر على دماغ الولد. فهنعمل ايه؟ مبدئيا ده الكتاب احنا عاملينه الخدمه، ده منهج لولاد ذوي احتياجات، ودي افكار لجوه المنهج. احنا المنهج تحت الطباعه وهينزل قريب. تمام؟ مسمينه باسم خدمتنا بابا كيرو. احنا اسرة البابا كرولوس، فالولاد ما بتعرفش تقول بابا كرولوس، فاحنا بنقول بابا كيرو. فاحنا اول حاجة عندي ايه؟ الاستقبال. طب هعمل ايه في الاستقبال؟ انا دلوقتي هتكلم عن درس عيد الصليب،
انا هوصل للولد فكره الصليب وعيد الصليب في كل جزء من الشغل بتاعه. طيب اول حاجه قلنا هستقبله. الاستقبال يعني ايه؟ هستقبل كل طفل باسمه. انا فرحان، انا كخادم فرحان ان فلان جه، مينا جه، مارك جه، وهكذا. كل ولد بنت مثلا ميرولا جت، مارينا جت، وهكذا. فهبتدي استقبل كل ولد بايه؟ باسمه. انا عايزه احسسه ان انت مهم قوي وانا مبسوط وفرحان ان انت جيت ايه؟ جيت الخدمه وجيت الكنيسه، فهكلمه بايه؟ باسمه. طب انا عايزه ابتدي ااهله ان احنا هنتكلم على درس عيد الصليب، فهبتدي هعمل ايه؟ هعمل صليب. لو نرفع الشاشه شويه، هعمل صليب عباره عن كرتون كبير، ونبتدي كل ولد على ترابيزه الاستقبال يبقى الصليب بتاعي متعلق، ومحضرين قلوب حمراء وقصينها. كل ولد يخش الخادم معاه ويكتب اسمه، ومثلا يقول له يلا هنحط القلب. مين بيحب بابا يسوع؟ انت بتحب بابا يسوع؟ يلا نحط القلب اللي فيه اسمك على مين؟ على ايه؟ على الصليب. يبقى انا استقبلته باسمه، وفي نفس الوقت بنبقى مشغلين ترنيمه، ممكن صليب يا صليبي مصنوع من الخشب، ترانيم هتأدي لنفس فكرة ايه؟ الدرس. هنبتدي نمشي حتة حتة. الولد فرح انه اول حاجة عمل ايه؟ كتب اسمه وقلب احمر، والخادم اخده ومشى بيه وراح لزق الصليب. طب ايه فايدة الموضوع ده كمان؟ ونيجي نقول يلا هنعلق صليب مارينا، والقلب بتاع مارينا عند الصليب. بيحصل كمان ان الولاد بتبتدي تعرف مين جه ومين ما جاش من صحابه. ما هو انا حطيت القلب بتاع اسمه، وهو هيقعد وهيجي ولد تاني هيكتب اسمه في القلب، ونقول بصوت عالي ونيجي ونحط على الصليب القلب بتاع اسم ولد تاني، وهكذا. الولاد بقيت عارفة مين جه ومين ما جاش. ليه؟ هنستخدمها في فقرة تانية. بقينا عارفين في الغياب كل الولاد، انا اصحابي جم وده ما جاش وده هنصلي له وده هنعمل كذا. اتجمعنا، اديت اهتمام للولد، وبعد كده عملت ايه؟ عرفته مين موجود ومين مش موجود. وكمان الخدام تعمل كده. انا مش عايزه احسس الولد بانه شغال لوحده. انت مش داخل تحط اسمك انت بس، انت مخدوم فهتحط. انا كمان كخادم هكتب اسمي على قلب واروح ايه؟ حطه كمان على الصليب. تمام؟ مبدئيا هو اخد كده فكرة بسيطة ان احنا كلنا بقلوبنا متجمعين فين؟ عند ايه؟ ها؟ عند ايه؟ عند الصليب. طيب ندخل بعد كده في خدمات بتقسم اسر حسب نوع الاعاقة. يعني احنا في الخدمة عندنا عشان عندنا عدد كبير جدا، فالولاد الداون ليهم أسرة، الولاد الشلل الدماغي ليهم أسرة، الأوتيزم ليهم أسرة، الولاد التأخر الدراسي ليهم أسرة. طب إحنا لو كنيسة وعددنا قليل والولاد، يعني مش هقسم أسر على ثلاث ولاد أربع ولاد، هو ده الصح. بس لو إحنا خدمتنا ما بتعملش كده مفيش مشكلة، هنبتدي إحنا كأسرة نبتدي نشتغل على إيه؟ على الدرس. أول حاجة الدرس، هل ينفع أنا كخادم بقى بتاع ذوي احتياجات امسك بقى المايك والاجنده وابقى محضر الدرس واقعد اقوله زي فكره مدارس الاحد؟ ده احنا المفروض الكلام ده احنا بطلناه اصلا مع ولادنا، بينا نعمل حاجات كرييتيف اكتر وفيها افكار وفيها ورش عمل، لان الولاد بتزهق من فكره ان الخادم اللي واقف ايه؟ يتكلم. فذوي الاحتياجات ما ينفعش اعمل كده خالص. هفكر يا اما هنمثل، يا اما هنعمل مسرح عرايس، يا اما حتى لو حكيت الدرس هبقى مجسدة الشخصية جنبي، لبسة لبس لو البابا كرولوس مثلا، او هتكلم مثلا حاجة زي عيد الصليب. هنتكلم يا ترى عن قصة مين؟ قديسة مين؟ قديسة هيلانا. ونبتدي نمثل ونحط الصليب تحت ورق جرانين، ونفرش ونعمل كأننا ايه؟ بنطلع الصليب. ومين كمان يشاركنا؟ ممكن استعين بولد او اتنين جوه ايه؟ جوه الدرس.
وبعد ما خلص الدرس يلا مجموعة منكم هتقوم تمثل الدرس وانا كخادم هقعد اتفرج. يبقى انا كده خليت الولد يحس ان هو بيتعلم، بس مش بطريقة التعليم اللي هو ايه اقعد اسمع درس. ممنوع ان نقعد نشغل لهم مثلا يلا بينا هنتفرج على فيلم القديسة هيلان، مستحيل، هو اصلا مش هيركز في حاجة زي كده ولا هيفهم المغزى ولا هيفهم الطريقة. ينجذبوا قوي مسرح العرايس لو مثلناها بحاجة فيها ضحك حاجات زي كده، يبقوا رايحين قوي، ينجذبوا قوي لتجسيد الشخصيات. يعني بابا يسوع يبقى لابس الجلابية البيضة وحاطط الطرحة الحمراء، ماما العذراء ولابسة الأبيض والأزرق، يدخلوا قوي قوي ويعيشوا في المود بتاع حاجة زي كده. طيب لو مسرح عرايس بسيط جدا، احنا بنفرد الملاية ونمسك العرايس. طب لو درس وعايزة امثله بشكل كمان يخلي الولاد تتأثر، هل انا بقى همثل بفكر يلا ها يلا والصليب ونطلع؟ لا، حتى ده بنمثله، بندخل في البداية موسيقى هادية، شغل موسيقى هادية خالص، اهيئ الولاد انها تقعد ايه ساكتة، انا عايزة اشغل كل الحواس بتاعته وهديه واعمل موسيقى. يعني احنا في الخدمة عندنا مثبتين موسيقى لدخلة بابا يسوع، الولاد اول ما تسمع الموسيقى دي تعرف ان بابا يسوع جاي ايه في الحكاية دي. مثلا موسيقى تانية لدخلة ماما العذراء، فالولاد اول ما تسمع الموسيقى دي يبقى فاهم اوريدي ان ايه، ان ماما العذراء ايه في القصة وايه وجاية. اول ما يسمع صوت موسيقى هادية يعرف ان ايه الدرس هيبتدي وانا لازم اقعد حلو قوي وابتدي امثل وبالراحة، ومديش ظهري للولد، تمثيلي كله يكون في وش ايه، في وش الولاد. ولما اتكلم عن الدرس اقول اسماء الولاد في الدرس، شفت يا فلان الصليب ازاي كان تحت، شفت يا مينا الصليب ايه، شفت القديسة هيلانا، واجذب على طول اسمهم، تلاقيهم قاعدين مبسوطين ان هم كمان اسمهم داخل فين، داخل جوه الحكاية، فهو قاعد مستمتع ومبسوط وفرحان. تمام، خلصنا الدرس هندخل على الاشغال. الولاد دي لازم تعمل حاجة ملموسة في ايديها علشان تروح حتى بيها لما ماما تيجي تسأله انت اخدت ايه، يبقى فاكر ايه الدرس بتاعه. انا بحب دايما الاشغال ما تبقاش حاجة ايه عبثية، لا نعمل حاجة كمان مرتبطة بالدرس. طب يلا بينا احنا هنعمل ايه، اتكلمنا عن درس ايه عيد الصليب، هنجيب كرتونة ونعملها صليب ونحط فيها حكايات، حكاية بابا يسوع لما شفى الأعمى وهنا الصليب والقيامة وحد الزعف، كلها صور مبسطة خالص، يلا نلزقها ايه دي الأحاد اللي بتوصلنا للقيامة لغاية ايه الصليب وبعد كده القيامة، دخلنا في حتة تانية خالص، فهم ان الأحاد دي كلها بتوصل لفين، للصليب، يبقى الصليب كان مرتبط بايه كمان مرتبط بالقيامة. انا عمالة ادخل له ايه افكار كتيرة عن طريق درس ايه، درس واحد. ما نستسهلش الاشغال، في وقت بقى ايه يلا بينا هاتوا صورة الصليب كل واحد يلون، ارمي قدام الولاد 10 تقلمة الوان كل ولد اقعد لون، خلوا الافكار الضيقة دي قوي للزنقات، يوم ما يكونوا خدام داخلين في امتحانات مشغولين اللي هو الزنقة، ما تستخسروش في تحضير الشغل لولادكم، خليهم يتعلموا، كل اسبوع الولد بيتعلم فيه بركة كبيرة. انا عملت الاشغال وزبطت له كل حاجة كده، اخدت الجانب الروحي، هو جالي لازم ادخل عنده حتة جانب تعليمي. احنا قلنا طرق التعليمية بالنسبة للولد ذوي احتياجات هي ايه، المونتسوري، مونتسوري ده طرق تعليمية مبسطة جدا. انا هبتدي اشغل دماغي وافكر هبتدي اعلمه ايه، ويخلينا برضو ممكن يكون في هدف الدرس. طيب اول فكرة، انا ممكن اجيب الاعواد بتاعت الخلل بتاعت الودان دي، سلكات الودان، وابتدي اعمل اشكال، اعمل شكل صليب واقول له ان الصليب ده قفلهولي مربع،
ونحط كده ونحط كده وابقى عامله له الشكل واقول له انا عملته يلا جربه. في وقت المونتسوري بيتقسموا الخدام على الولاد كانه شغل فردي، يعني احنا الاسره قعدنا كلنا ايه مع بعض اشغال، كل خادم معاه ولدين ثلاثه، واللي بيلزق واللي بيحط واللي بيتكلم. بلاش تعملوا الاشغال حاجات تبقى فيها مسدس شمع، فيها حاجات انت كخادم اللي عمال ايه عمال تشتغل وهو الولد قاعد ايه مستني هياخد الكرافت في الاخر في ايديه. لا، خلوا الاشغال حاجه الولاد تعملها بايديها. انا هحضر البدايه، هقص الصليب، لكن الولد هيمسك الجلو ويلزق، يمسك الجلو ويلزق. طب انا عندي قدرات مختلفه، همسك ايد الولد الشلل دماغي اللي ما بيعرفش يمسك وامسك ايده واعمل بالجلو على الصوره وامسك ايده واحطه واخليه ايه يلزق. يبقى انا بمساعدتي ليه خليته هو كمان ايه يشتغل. الولاد العاديه زي الداون لا، يلا انا عملت كده انت عامل كمان ايه زي. طيب هنخش الفكره الثانيه. احنا اتكلمنا عن ان الصليب لقيناه فين، تحت ايه اكوام ايه الزبالة. فيلا بينا نتكلم على مين، عن عامل النظافة واهمية عامل النظافة وايه الادوات اللي بيستخدمها عامل ايه عامل النظافة. انا كل ده ايه شايفين ربط المواضيع مع بعض ازاي. دي فكرة ثالثة مش مهم. اخر حاجة هختم بيها، بنعمل في النص فترة اغابي، بنبقى محضرين اكل صغير للولاد وياخدوا ريست كده 5 دقايق 10 دقايق ياكلوا حاجة بسيطة، وبعد كده نرجع للصلاة. الصلاة ليها افكار كتير قوي، هي مش طريقة واحدة انا بخلي الولد يقف ويصلي ونقول ابانا الذي وحاجة زي كده وايه ونمشي. لا، تعالوا نشوف مع بعض احنا هنا مثلا في عيد الصليب هنعمل ايه. هبتدي احضر 3 توانى، يعني هختار 3 ولاد يلبسوا ايه شمامس، ما هو عيد الصليب بقى. وبعد كده هلبسهم صلبان، هلبسهم ايه الصليب، وهجيب الصليب بالقلوب اللي انا عملته فين في الاول واحطه قدام الولاد قبل ما نصلي. ده كمان عليه ايه اسماء كلها الولاد اللي جت، وفي ولاد ايه كمان ما جاتش. هنعمل زفه صغيره للصليب، ممكن نبقى محضرين زكسولوجيه الصليب تتقال يبقوا سامعينها، مش لازم الخدام يبقوا حافظينها، لا هنشغلها بحاجه بسيطه كده جنبينا باي كاسه صغير يشغلهن، ونبتدي نعلم الولاد ازاي بنسجد لربنا. احنا لابسين الصليب ونوريهم ازاي بنسجد. كان عندنا خادم معلمنا جدا من احنا صغيرين، اول ما نشوف المذبح نجري ونسجد قصاده، وبعد كده نرجع نقعد عشان ناخد مدارس الاحد. في حاجات صغيره مفتقدينها الولاد جدا، مش عارفين سجده المذبح، ان المذبح ده اول ما نخش نسلم عليه. طب نسلم عليه ازاي؟ ازاي بنركع وازاي بنقوم، وحتى فرد صوابعنا، لا ما بنحطش صوابعنا كده، بنحط صوابعنا ازاي. كل الكلام ده نبتدي نعلمه لهم بالراحه، وبننبه دايما انا عملت جو صلاه وانا مخليه النور كمان هادي، ما بخليش الولاد تصلي في نور عالي. وابتدي اقول للولاد بعد ما صلينا وعملنا حاجه زي كده وموطين النور، مين يحب يجي يصلي يا ولاد؟ هتلاقي ولاد رفعت ايديها. نبتدي ندي المايك للولد، يلا انت صلي. هنلاقي الولد طول قوي في الصلاه، يروح الخادم جنبه يقول ايه امين. اول ما يقول امين هتلاقي الولد ايه وقف، وهكذا ولد تاني. الخادم في الاخر يختم الصلاه ويفتكر الولاد كمان ايه اللي ما جاتش، فيروح الولد عارف ان صاحبه ده ايه ما جاش، وممكن يبتدي يسال عليه. بنقول دايما نحافظ على هدوء الولاد وهي خارجه من الصلاه. انا عايزه اخليه يروح لبيته هادي. ليه بنقول كده؟ الولاد الاوتيزم لما بيلاقوا حركه وهيبره وحتى الدون، ويبقى الخدمه فيها حركه وهبد ورزع ودي جي طالع واغاني وترانيم صوتها عالي ويلا نسقف ويلا ندبدب،
تحسوا ان احنا في الحنه كده بالظبط. بنعمل ايه؟ الولاد دي عارفين بتروح تعمل ايه؟ بتبهدل اهاليها. يعني الولد الاوتيزم ده لما يسمع احنا اخذنا الاوتيزم قد ايه يتاثر بالصوت، تخيلوا بيروح دماغه دي عامله ازاي، ممكن يكسر لهم البيت. كمان حتى في الاكل والاغاني خدوا بالكم ان ما ياكلوش سكريات، لان خدماتنا كلها بالليل، ما ندلوش سكريات وحلويات وبسكوت واحنا فرحانين قوي، لا نحضر اكل طبيعي، مزايا، زبادي، حاجات خفيفه جدا كانه عشاء. هو مش جاي يتغدى عندي في الخدمه، انا بديله اغاني حاجه بسيطه عشان لما يروح ما يهيبرش، ما بقاش واكل بسكوت وشوكولاته وسندوتش فراخ، ما انا بقى ايه بخدم فبدي ايه بطاقتي قوي. لا بالراحه، كل حاجه بالراحه عشان يروح ايه ينام. هو لو واكل اكل كتير فيه سكريات وفيها حاجات كتير هيروح يبهدل ايه، هيروح يبهدل البيت، هيبقى عنده طاقه ما طلعتش، هيروح يعمل ايه. مش عايزين يوم الخدمه يكون سبب هيبره للولد ويكون سبب عكننه لمين؟ للبيت. تمام، ده كده يوم خدم. هندخل على يوم تاني، انتوا كده فهمتوا الفكره، انا هشرحها بسرعه، انا معانا مثالين تاني وهنتقسم. تمام، طيب هناخد قصه السامري الصالح. طيب السامري الصالح هبتدي الاستقبال بايه؟ ارفع الصوره يا جماعه. هجيب صورة السامري الصالح هكبرها على كبير واجيب الورقة وابتدي اجيب البلاستر. انا عايزة افهم الولد ان السامري الصالح ده كان ايه؟ كان تعبان وعيان. البلاستر ده ممكن نكتب عليه اسامينا زي فكرة القلب وهبتدي ايه؟ الزق. تمام، دي القصة والدرس. بعد كده هبتدي اعمل اشغال تخص مين؟ السامري الصالح. هجيب الصورة ديت ومعاها خافض لسان. اطلع يا جون تاني، اطلع تاني، اهي الصورة اهي عندي بخافض لسان، وهطلع السامري وهو شايل الراجل اللي كان مرمي، وابتدي اعمل ايه؟ هخليه ايه؟ يمشي. يعني بخرم الورقة وادخله واخليه كأنه رايح لايه؟ للفندق. تمام، بيمشي كده الخافض بيمشي في نص الورقه. طيب السامري الصالح كان ايه؟ ضمت جروح ايه؟ الراجل اللي كان ايه؟ كان تعبان، صح؟ فاحنا هناخد في المونتسوري الدكتور والادوات بتاعته، هو راح وجاب له الدكتور وطيبه والدنيا دي كلها، وهعمل شنطه الدكتور اللي فيها الادوات كلها، واعرفه بقى السماعه، ولما اتعور نحط البلاستر. ممكن نعمل فكره تاني، دي السماعة عبارة عن طوق وحاجة، ونخلي الولد ايه يكشف علينا ويروح بيها. طيب لما جاي طيب الجراح بتاعته اكيد كان معاه منديل وحاجات زي كده علشان يشيل ايه الدم. دي فكرة نقل السوائل، دي طرق مونتسوري الاساسية. بجيب سفنجة وفي طبقين، طبق فاضي وطبق مليان مية، وامسك بالسفنجة واحطها جوه الطبق المليان، وابتدي اخلي الولد يعصرها. الحاجات دي بتقوي الايدين وبتخليه يحس حاجات حسيه حلوه جدا جدا، وينقل الميه من طبق لطبق. طيب هو راح وداه عند فين؟ عند الفندق. تعالوا نطبق الفندق، انا عندي المجسم اهو ومدياله مثلث ومستطيل ودايره ومربع، يلا اعمل لي الشكل ده زي ايه؟ زي الشكل ده بشغل كرتون. والشغل ده لما تحضروه يتشال، لانه هينفعكم في افكار تانية كتير، يعني مش بنعمله مرة واحدة. تمام، نيجي لاخر حاجة عندنا الصلاة. هنوطي نور الكنيسة ونقلل حركتهم خالص، وهنشغل موسيقى بصوت هادي، وهيقوم الخادم بصلاة ارتجالية. يعني ايه؟ هيقف يقول يا رب زي ما انت وقفت مع الراجل اللي كان تعبان وعيان وجا السامري الصالح واخده، اقف جنب كل واحد عيان وابتدي اتكلم بصلاه خفيفه خالص تخص ايه؟ برضو الدرس. وابتدي افتكر كل واحد، نقول للولاد يلا هتصلي النهارده لواحد عيان. مين عندك عيان؟ هيقول ماما عيانه.
بابا عيان، تيتا عيانه، هخلي فكره انه يروح ان هو يتعلم يصلي لمين؟ للناس ايه؟ اللي عيانه، وانا كمان اقف كخادم اصلي لمين؟ لو عندي حد تعبان في البيت او حد من صحابنا ما جاش عشان هو عيان. وبرضو هنمشي الولاد في هدوء تاني. اخر درس، درس السامريه. السامريه كانت ايه؟ بنت واموره ولذيذه صح؟ وجميله كده. فهعمل مجسم البنت وهعمل الورد ده اللي هنزين بيه الفستان بتاعها بالورد اللي الولاد هتروح تكتب ايه؟ اسمها عليه. هدي القصة ممكن نديها بشخصيات بتحكي لبعض، يعني بندق وبندقة هيبتدوا يحكوا لبعض عن قصة مين؟ السامرية. هاجي بعد كده للأشغال، هبتدي أجيب مجسمات للصور بتاعت السامرية والبير والزير اللي طلعت بيه المية والمسيح، وابتدي اعملهم زي مجسم عن طريق ان في ظهر كل صورة بحط شاليمو صغير يتلزق والولد يلزقه ويتعمل زي ايه؟ كارت بيتفتح ويتقفل. المواضيع دي يعني ابداعية ليكوا، عيشوا يعني، هتلاقوا افكار على النت بالهبل. طيب السامرية كانت واقفة بتنزل تجيب المية بالبير، كانت بتعمل ايه؟ كانت بتنزله بايديها ولا بالحبل؟ واحنا كنا بنلف كده ايه الحبل ايه بعصايه وينزل وتفك وتعمل نفس الفكره. انا هديله العصايه اللي هيلف حواليها الخيط زي السامريه ما كانت بتطلع الميه. طيب السامريه دي بنت وكانت اموره وجميله ومتعلمه انها تعمل ايه؟ تسرح شعرها وتضفره كمان. عندي صوره واحط كده الصوف وادي للولد او البنت ناحيه تضفر ويلا نتعلم مع بعض نعمل ايه؟ نضفر الناحيه التانيه. وابتدي اتكلم. السامريه كانت الدنيا كانت ايه؟ كانت شمس جامده قوي وكانت بتطلع ايه؟ بتطلع ميه. تعالوا نتعلم دوره الميه. الشمس بتطلع وتبخر الميه من البحر، والبحر الميه تتبخر تطلع سحابه، وهكذا اعلمه دوره الميه. اخر حاجه الصلاه. هوطي النور وابتدي احضر قلوب حمراء. ايه اللي حصل في قصه السامريه؟ ان كان في خطيه وربنا ايه؟ بابا يسوع عمل ايه؟ غفرها لها. ربنا عمل ايه؟ غفرها لها. احنا هنعمل الفكره بتاعت الغفران دي، عايزه اوصلها للولد. هوصلها له ازاي؟ هجيب خادم والبسه قلب واعمل له فيه نقط سودة. مش هنلبس الولاد، الخادم هو اللي هيتحط عليه تمام. وفي واحد تاني لابس تونيا بيضة عامل بابا يسوع، عامل ملاك، اي حاجة من الحاجات دي. والولاد التانيين لابسين ايه؟ قلوب حمرا نظيفة. وهنعمل زي فكرة ايه؟ زي فكرة السماء ودخول السماء. يجي الولد يقف وانت القلب بتاعك ايه؟ نظيف، انت هتخش تصلي معانا. انت القلب بتاعك، يجي الخادم اللي عنده النقط السوداء يتقال له ايه؟ انت مش هينفع ايه؟ تخش السما. مين يجي يدخله؟ بابا يسوع. هو بابا يسوع اللي بيغفر الخطيه، يمسك القلب اللي فيه النقط السوداء دي ويقطعه ويروح ملبسه قلب ايه؟ نظيف وجديد، ويقول له يلا ايه؟ الخادم بقى يقول له سامحني يا بابا يسوع، انا مش هعمل كده تاني، انا مش هزعلك تاني. وبابا يسوع يسامحه ويبتدي يخش ايه؟ نفس فكره السامريه، انها تابت والمسيح عمل ايه؟ راح غفر خطيتها وبقيت مبشره عظيمه. بس وندخل الولاد ايه؟ برضو ان احنا نصرفهم بهدوء. فهمنا الفكره ازاي؟ حد عايز يسال اي سؤال قبل ما نتقسم؟ ها حد عنده اي استفسار؟ كله تمام؟ طيب استاذ فادي ممكن نقسمهم ثلاث مجاميع. هتختاروا الدرس براحتكم، هتحضروا فيه استقبال. احنا مش يعني الدرس كالاسم بس هيتقال، عندي استقبال، عندي